نشاهد الإعادة لنتأكد هل كان هناك ضربة جزاء، ولكن اعتقد بأن الحكم يسير نحو نقطة الجزاء. هذه الإعادة مرة أخرى، عبد المولى بن رابح ينفرد مع الحارس ياسين الحاج. شاهدوا هنا ضربة الجزاء واضحة، ضربة جزاء واضحة لفائدة النهضة البركانية من هذه الزاوية مرة أخرى. لحظة خروج، فعلا ضربة جزاء، فعلا ضربة جزاء، فعلا.